هاد النهار ماشي شي نهار اللي عادي، كل ودادي وودادية كيتسناو بواحد الشغف والفرحة وبزاف د الأحاسيس اللي صعيب توصفهم، حيتاش اليوم نهار الحمراء، نهار اللي سبيسيال. وسط الجمهور كتحس براسك وسط عائلتك، كنت انا خوك اللي حداك واش بقات بوجهك بلا ما تحس، كورفالو كتحس به هي دارك، كلشي كيشجع بصوت واحد دم واحد حب واحد اللي هو حب الحمر. حمرا والبيضا مون امور، فاش كتشوف اللعبة داخلين قلبك كيتشس صافي، كتعرف هنا معقول بدا. والجمهور كما العادة الإبداع، كتحس براسك معرض لوحات بيكاسو، كل رسمة فوتها في بلاصتها ولا غلطة، تيفو 360، هادشي ما تقدر تشوفو غير في ملعب محمد الفن. خليكم تعيشو شوية مع هاد الإبداعات. دازت 27 دقيقة، كلشي على أعصابي كيتسناي تضرب البيت، وهنا تيران كامل غادي يتجز من مورا ما عطيت الله ضرب البيت لي. والجماهير تنفسو شوية، مكرهوش الحكم يصفر ويتسابع الماتش. الجمهور غير مازال تشجيع اللاعبين، شي سالي و 90 دقيقة والكاس يبقى في كاس، ولكن محمد عبد المنعم كان عنده رأي آخر وخلى التيران اللي كان كيمشي ويجي باسم الحمرة يتهز باسم أهلي. وهنا الفرحة انتقلات من الضفة الشمالية للضفة الجنوبية، والأهلي توج بلقى به الرقم 11، خيبة أمل في وجوه مشجعي الوداد اللي كانوا كلهم إصرار وعزيمة باش يحققوا اللقب الرابع والثاني على التوالي. مبروك الأهلي وهارد لاك وداد الأهلي.